السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعليم عن بعد المنظم من طرف مدرسة المهدي بن طمرت. الدرس اليوم يخص المستوى الخامس في مادة الرياضيات تحت عنوان الأعداد الكسرية الضرب والقسمة، هو الدرس رقم 37. لنبدأ مع النشاط الأول الذي يخص ضرب الأعداد الكسرية، وسننطلق من المبدأية التالية. إذا ياسين يحب الأعداد الكسرية، لاحظ كيف حول جداء عددين عشريين إلى جداء عددين كسريين. إذا لدينا 2.5 في 0.75 تساوي 1.875. سوف نلاحظ كيف حول ياسين الأعداد 2.5 إلى 25 عشرا، 0.75 إلى 75 جزءا من المئة، و 1.875 إلى 1875 جزءا من الألف. ما هي الخطوات التي اتبعها وماذا أغفل؟ ابتدأ ياسين بتحويل العدد العشري 2.5 إلى العدد الكسري 25 على 10، ثم 0.75 إلى 75 على 100، إذا هي 75 جزء من المئة. إذا قمنا بحساب 2.5 في 0.75 سنجد 1.875، وإذا قمنا بتحويل العدد 1.875 إلى عدد كسري فإننا نحصل على 1.875 على 1000. انطلاقا من هذا التحويل نكتشف الطريقة التي نتبعها لضرب عدد كسري في عدد كسري. فنلاحظ هنا بأن 25 على 10 في 75 على 100 تساوي البسط في البسط، إذا 25 في 75 على 10 في 100 تساوي 1875 على 1000. إذا ضربنا البسط في البسط وضربنا المقام في المقام، البسط في البسط 25 في 75، والمقام في المقام 10 في 100 تساوي 1000. 25 في 75 تساوي 1875، 10 في 100 تساوي 1000. لكن حسب ما نلاحظ هنا فإن هذا العدد هو عدد كبير، وهذا هو المشكل الذي يطرأ بالنسبة للضرب. يعني 1875 هو عدد كبير على 1000. إذا هنا ماذا أغفل ياسين؟ أغفل الاختزال. إذا القاعدة لضرب عدد كسري في عدد كسري آخر، فقط نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. بكل بساطة نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. من هنا نكتشف بأن الضرب هو عملية أسهل بكثير من عملية الجمع أو الطرح التي يجب أن نوحد المقام. بالنسبة للضرب فقط نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. المشكل الذي يمكن أن يعترضون في هذا الدرس فقط هو الاختزال، وسأريكم الطريقة التي سنحل بها هذا المشكل. إذا سأعطي بعض الأمثلة، مثلا 3 على 4 في 5 على 2، سنضرب البسط في البسط 3 في 5 والمقام في المقام 4 في 2. 3 في 5 15 و 4 في 2 8. ثم أختزل إذا كان ذلك ممكنًا. هنا 15 و8 غير قابلان للاختزال، إذا هذا عدد كسري مختزل. نمر إلى المثال الثاني. المثال الثاني هو 7 على 9 في 2 على 5. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يعني 7 في 2 و9 في 5 تساوي 14 على 45، ثم نختزل إذا أمكن ذلك.
بالنسبة لهذه الحالة أيضا ليس هناك اختزال، لأن 14 و 45 ليس لهما قاسما مشتركا. إذا تطبيقات مهمة. إذا هذا هو ما كنت أتحدث عليه حينما قام ياسين بضرب 25 في 75، حصل على عدد كبير، حصل على عدد كسري 1875 على 100، ويصبح اختزاله صعبا شيئا ما، خصوصا بالنسبة لبعض التلاميذ. إذا ننتبه جيدا إلى ما سأقوم به الآن، حيث أن هذا هو أهم شيء بالنسبة لهذا الدرس. أهم شيء بالنسبة لهذا الدرس هو كيفية الاختزال قبل البدء في الجدة أو في الضرب. إذا لاحظوا مثلا هذه العملية، لدينا العدد الكسري 24 على 100 في 50 على 6. إذا عوض أن أضرب 24 في 50 فأحصل على عدد كبير و 100 في 6، أنا سأقوم بعملية الاختزال قبل أن أبدأ بعملية الضرب. إذا سنحاول تفكيك هذه الأعداد، مثلا 24 هو من مضاعفات 6، إذا سأحاول كتابته بطريقة تعطيني 6 كمعامل أو عامل في هذا الجداء. إذا 24 هي 6 في 4. وأيضا بالنسبة للمقام 100 هي من مضاعفات 50، إذا سأكتبها بكتابة ضربية بحيث يكون أحد أطرافها هو 50. إذا 100 هي 50 في 2. إذا أصبح لدي هذا العدد 24 على 100 في 50 على 100 هو 6 في 4 في 50 على 50 في 2 في 6. الآن أصبح لدي واضحا بأن البسط في البسط لدي 6 وفي المقام 6، إذا هنا وجب الاختزال. أيضا 50 و 50 سنختزلها، إذا سنختزل 6 مع 6 ونختزل 50 أيضا مع 50. إذا هنا كما نلاحظ بقي لدينا في البسط 4 وفي المقام 2، هذان العددان أيضا هما قابلان للاختزال. لماذا؟ لأن لهما نفس القاسم المشترك هو 2. إذا سنحاول اختزالهما، إذا سنضرب على 4 و 2. إذا كيف نختزل؟ هنا بالنسبة لي أحاول أن أبسط العملية بالنسبة للتلميذ وأقول لهم مثلا 4 و 2 يوجدان في أي جدول ضرب؟ سيقولني طبعا يوجدان في جدول ضرب 2، إذا أقول أن 2 هو القاسم المشترك ما بين هذين العددين، إذا سنقوم بقسمة 4 و 2 على 2. نقسم 4 على 2 تعطينا 2، ونقسم 2 على 2 تعطينا 1. إذا أصبح لدينا البسط هو 2 والمقام هو 1، وبالتالي فإن جدا 24 على 100 في 50 على 6 هو 2 على 1. و 2 على 1 تساوي 2. سأعطي مثالا آخر. مثلا لدينا 7 على 4 في 12 على 35. هنا نتأكد أولا هل هناك اختزال. إذا قبل القيام بعملية الضرب، قبل الضرب البسط في البسط والمقام في المقام حسب القاعدة، يجب أولا أن نتأكد إذا كان هناك اختزال أم لا. الاختزال يكون أولا بالنسبة للعدد الأول، هل 7 و 4 قابلان للاختزال؟ لا. 12 و 35 هل هما قابلان للاختزال؟ لا. إذا سنلاحظ الطرفان والوسطان 7 و 35 هل هما قابلان للاختزال؟ نعم، يوجدان في جدول ضرب 7، إذا فهما قابلان للاختزال، إذا سنقسمهما على 7. إذا سنقوم بالضرب على 7 و 35 ثم نقوم بقسمتهما على 7. وبطبيعة الحال أنا قلت لكم أنني أنا في طريقة التعامل مع التلميذ يجب أن أوصل له المعلومة بطريقة يفهمها، لأن عدد من التلاميذ لا يتمكنون من معرفة أو من ضبط معنى القاسم المشترك، فأحولها بهذه الطريقة وأقول لهم هذان العددان يوجدان في أي جدول ضرب؟ يقولون لي يوجدان في جدول ضرب 7، إذن هذا 7 هو القاسم
المشترك، ثم نقسم 7 على 7 يعطينا 1، ونقسم 35 على 7 يعطينا 5. ثم نلاحظ أيضا 12 و4، هن هما قابلان للاختزال؟ نعم، يوجدان في جدول ضرب 4، إذا قاسمهما المشترك هو 4، إذا سنقسم 12 و4 على 4، نقسم 12 على 4 يعطينا 3، ونقسم 4 على 4 يعطينا 1. الآن أصبح لدي العدد الكسري الأول بسطه 1 ومقامه 1، والعدد الكسري الثاني بسطه 3 ومقامه 5. الآن نضرب البسط في البسط والمقام في المقام كما رأينا سابقا. إذا نضرب 1 في 3 3، و1 في 5 5، إذا نحصل على العدد الكسري 3 على 5. أتمنى أن يكون الشرح واضحا. الآن سنمر إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني يدور حول قسمة الأعداد الكسرية. سننطلق من الوضعية التالية، إذا لاحظوا جيدا، قسم ياسين ربع شريط أ. لاحظوا الشريط أ هو مقسم إلى 4 أجزاء، نحن سنأخذ الربع فقط ونقسمه إلى 3 أجزاء. إذا قسم ياسين ربع شريط أ إلى 3 أجزاء متساوية، انظر الشكل، وقال إن الجزء الملون يمثل ثلث ربع الشريط الأصلي أ. هل هذا صحيح؟ علل جوابك. الآن سنلاحظ أو سنحاول إعطاء علاقة الجزء الملون في الشريط ب مع الشريط أ. إذا سنأخذ الشريط أ ونضع عليه الشريط ب، ثم نقسم الشريط أ حسب التقسيم الذي طرأ على الربع، فنلاحظ أنه مجزأ إلى 12 جزءا. إذا أصبح لدينا الشريط أ مجزأ إلى 12 جزءا متقايسا، ولونا جزءا واحدا. إذا العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون هنا هو 1 على 12. إذا قسمنا الربع اللي هو 1 على 4 على 3، فحصلنا على 1 على 12. الآن سوف نحاول معرفة ما هي الطريقة أو ما هي الخطوات المتبعة التي مكنتنا من إنجاز هذه العملية، اللي هي 1 على 4 مقسومة على 3. إذا 1 على 4 مقسومة على 3، بطبيعة الحال 3 هو عدد صحيح، أحوله إلى عدد كسري بكتابة العدد الصحيح على 1. إذا 3 هو 3 على 1، لأن كل عدد صحيح فهو عدد كسري. إذا الطريقة هي أننا نضرب العدد الأول الذي هو 1 على 4 في مقلوب العدد الثاني، يعني أن 3 البسط سيصبح في المقام، والمقام سيصبح في البسط. إذا نضرب العدد الأول في مقلوب العدد الثاني. إذا المقلوب، ما معنى المقلوب؟ مقلوب مثلا 3 على 1 هو 1 على 3. مقلوب مثلا 5 على 4 هو 4 على 5. مقلوب 7 على 10 هو 10 على 7. إذا لإنجاز هذه العملية نضرب العدد الأول، إذا العدد الأول سيبقى كما هو، لا يمكننا أن نقلبه، مفهوم، أو نعطي مقلوبه. نضرب العدد الأول في مقلوب العدد الثاني، إذا تصبح العملية 1 على 4 في 1 على 3. كانت لدينا 1 على 4 مقسومة على 3 على 1 تصبح 1 على 4، إذا العدد الأول لا يتغير، في مقلوب العدد الثاني. ثم نقوم بطريقة الضرب بالطريقة العادية، نضرب البسط في البسط ونضرب المقام في المقام، 1 في 1 تساوي 1 و 4 في 3 تساوي 12. إذا القاعدة لضرب عدد كسري على عدد كسري آخر، نضرب العدد الكسري الأول في مقلوب العدد الكسري الثاني. لقسمة عدد كسري على عدد كسري آخر، نضرب العدد الكسري الأول، إذا العدد الكسري الأول يبقى كما هو، في مقلوب العدد الكسري الثاني. إذا العدد الكسري الثاني يجب أن نعطيه المقلوب، مقلوبه يعني نضربه في مقلوب العدد الكسري الثاني.
سأعطي أمثلة. مثلا 2 على 3 مقسومة على 1 على 5 هي 2 على 3 في مقلوب 1 على 5. إذا سنقلب 1 على 5 سنعطي المقلوب، تصبح 2 على 3 في 5 على 1. نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، أو نتأكد أولا إذا كان هناك اختزال. هنا لدينا 2 و 3 غير قابلة للاختزال، 5 و 1 غير قابلة للاختزال، 5 مع 3 غير قابلة للاختزال، 2 مع 1 غير قابلة للاختزال. ويجب أن نتعود أن نقوم بعملية الضرب بهذه الطريقة. يجب أن نتأكد إذا كان هناك اختزال أولا عموديا ثم الطرفان والوسطان. إذا ليس هناك اختزال، إذا نضرب مباشرة 2 في 5 10 و 3 في 1 3، إذا حصلنا على عدد كسري مختزل. مفهوم. نمر إلى مثال آخر. مثلا 5 على 7 مقسومة على 15 على 2. إذا هي العدد الأول 5 على 7 في مقلوب العدد الثاني، فنحصل على 5 على 7 في 2 على 15. نتأكد إن كان هناك اختزال، 5 مع 7 غير قابلة للاختزال، 2 مع 15 غير قابلة للاختزال، 2 مع 7 غير قابلة للاختزال، 5 مع 15 قابلة للاختزال، إذا سوف نختزل. إذا نضرب على 5 و 15، إذا 5 و 15 قابلة للاختزال، لهما قاسم مشترك هو 5، أو بالعبارة التي قلت لكم ستفيدكم كثيرا، يوجدان في جدول ضرب 5، إذا سنقسمهما على 5. نقسم 5 على 5 تعطينا 1، ونقسم 15 على 5 تعطينا 3. إذا أصبح العدد الكسري الأول هو 1 على 7، العدد الكسري الثاني هو 2 على 3، ستعطينا النتيجة مباشرة 2 في 1 2، و 7 في 3 21، إذا 2 على 21. إذا سأعطي بعض التمارين التطبيقية بالنسبة لتلاميذي، سوف تنجزونها ثم سوف نقوم بحلها أو مناقشتها على مجموعتنا بالواتساب. بالنسبة لمشاهدي الكرام مشاهدي القناة، ستحاولون إنجاز هذه التمارين وإعطاء الجواب في التعليقات إن شاء الله. إذا أحسب ما يلي: 5 على 4 في 3 على 7، 7 على 40 في 22 على 21، في 15 على 11. بطبيعة الحال هذه العملية أنا تعمدت إعطائها لكي أتأكد من مدى إتقان أو ضبط عملية الاختزال قبل القيام بعملية الضرب. وقلنا هذا شيء مهم جدا، وهذا أهم شيء في هذا الدرس. أهم شيء في هذا الدرس هو القيام بالاختزال قبل الضرب. لماذا؟ لأن الضرب بكل بساطة بسيط جدا، هو ضرب البسط في البسط والمقام في المقام، ولكن المشكل هو الاختزال. إذا هنا يجب أن نضبط أو نكون قد متأكدين من طريقة قيام بالاختزال قبل الضرب. إذا دائما الاختزال قبل القيام بعملية الضرب. بالنسبة للقسمة، لدينا 3 على 4 مقسومة على 1 على 5، ونتأكد إذا كان هناك اختزال، ثم 5 على 7 مقسومة على 6 على 21، ثم نتأكد إذا كان هناك اختزال. إذا هذا الدرس قد انتهى. إذا الدرس هو من إنجاز وتقديم الأستاذ فؤاد الجعفري. نتمنى أن نكون قد أفدناكم. إذا كانت هذه الدروس مفيدة، فحاولوا مشاركتها مع زملائكم، مع تلامذتكم. حاولوا أيضا دعم القناة بالاشتراكات، اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد نقوم به. ودعموا أيضا القناة بالضغط على زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.